سلام شباب، شلونكم؟ عندنا فيديو اول مره طالعون عدل. ترى ايش بنوب؟ ترى بس اقول لكم يعني هذا اول فيديو حقي، يعني الله يخليكم حطوا سبسكرايب، هذا اول فيديو عندي، ابي اخذ على الاقل لايك واحد على هالفيديو. انا الحين كالعب وحين كأخلص تشالنج إن نلعب 10 روبوت أفرند، روبوت أفرند، وبعدين راح نلعب 40 جيم، وبعدين راح نوريكم شلون. خلولك توي فيديو 40 جيم. إيه عادي. الفيديو راح يكون يمكن في ساعة أو. يعني كل مرة. جيم توصل. إيه. احنا الحين عندنا ادون كوندور، عندنا ورقة وكنكتب كم جيم. الحين لاعبين ثلاثة. انا شوفوا خلاص. اول شيء احنا كان نروح عند مكان غاز ستيشن، كل مرة كان نروح عند الغاز كان نذبح نفسنا. مكعب الرواية. أنا ما أقدر الرواية. إيه. يلا. ويبينج هالمرة. إيه. شو لو جت ويب؟ أوكي. راح نلقى ذيب. قولوا لي بالكومنت إذا الفيديو عجيب. سوى سبسكرايب ولايك. لايك بعد؟ ايه. سبسكرايب؟ ايه. بعد؟ حين احنا انا بس سمعته ويولاي. حين نروح نذبحها. ليش الجرع؟ خلاص. ما عنده شعر. كل مرة يقول لي اسكت في فيديو وما يبي يسكت في فيديوي، ما أدري إيش فيه، ما أدري الفرق. موتي. يس. شباب شوفوا كم هيلي بدوركم لو ما قدرت أسويها. ياي. شكرا. هنهيل ونروح عند اخوي نشوف زين في شيء. ايه ذيب. اخوي يبي ذيب. شنو بتكلم؟ مش معقول لي اسكت كل مره. تبون نتكلم صح؟ ايه يبو تبون نتكلم بس ما تبون قرقه. ما ادري ايش فيك. وكان دور ذيب. لقيت حليب. تعال يا حليب. حليب. ذيب داخل حليب. ما عنده مخ. ذيب داخل الحليب. ذيب. لقينا ذيب. شباب صح على ذيب. كان تشوفونا ذيب. شوف. ذيب صح؟ اخوي ما يعرفنا هذا ذيب. شوف ذيب تعال. تعال. ذيب. تعال ذيب. انا ذيب القوي. هذا بيتي انا اعيش منيه. بيت بور. 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 شكور. تدرون انه حبوب.
هذا أحمد. طالع الحين بطلقه. تشوف صفاي صفاي. طالع وهذا النوب ما راح أذبح أنا، أنا بيعطيني هدية. هذه هديته 100 ود. كله يعطيكم هدية، يعطيكم أنيمال بون، ميتل بارت، أي شيء. أنا أسميهم ميتل بارت. إن شاء الله بوم ذهبي. أوكي. أحمد توصل صوت ذيب. وانك علقه حرار. انا لقيت جرفي. دور فوق. هادي على بيبي صح؟ عصر بيبي. وين؟ انا اول فيل. تعال اوضحكم. تعال يا ذيب احمد. كذيب. بس لقيت هذا. انت لقيت هذه. اوكي تبي تشست. لبلنا ياي. انا ذيب. ذيب ذيب. شباب ساعدونا ندور ذيب. انتوا عندكم عيون اقوى منا. دوروا ويانا. دوروا كل مكان. لو الحين تطالعون الفيديو دوروا بين سوا كامنت داون بلو اذا لقيتوا ذيب. اوكي وقولوا لي وين هو. اوكي عشان نخلص تشالنج حق اخوي. ايه هل يساعدونا نلقى ذيب؟ ايه هل يساعدونا نلقى ذيب؟ لا يعني يسوون كومنت داون بلو. اطالع كومنت داون بلو. كومنت اي كومنت. اوكي في وايد فرق بيننا انا واحمد بالليفل. لفلة 50 وانا 32. هو حياة لفل. قرعت. في احد في احد في احد في احد في احد في احد صدق. وقف كذيب. يا تعال جبتهم. في ما في ولا ذيب. طالعوه. طالقوني سيركو. احمد وقف يا صراخك. يا جي 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 الحين بعد 6 قيوم انا راح اوقف الفيديو شباب. اوكي عشان الفيديو لا يصير او ماي جاد طويل. راي يوسف. راي في وايد ناس فيديوهاتهم كي ساعة ستريم.
ودي اسوي انا ستريم بس لا حيطول. شوف هو يوسف. لا لا اسوي ستريم. لا اوريك اوريك بشعري بس اوريك بشعري بس. انا هذا نصي. احنا بيننا انا واحمد 4 سنين. يوسف يوسف بيبي انا كبير. شوف كيوت مركم وجهه شوفه. لا 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 تخرب الفيديو. يا احمد كان بيعمل الجيمنج شير. شوفوا وجهي يوسف. لا ما راح تشوفون وجهي. شوفوا احنا انا بعدين ما احط صورة وجهي قطوة عشان تعرفون منو انا. راح يكون اسمي قطوة. اوكي جاس ستيشن. شباب سووا بنفسنا عشان تاخذون كل الاشياء. عشان تروحون الويب سايت مال فورتنايت تحطون ايميلكم وباسوردكم بعدين يحطونكم داخل الشيء بعدين راح تسووها جرع بعدين جرع بعدين. اوكي يعني شباب يعني اقول لكم اسهل طريقه تاخذون بس تروحون الجاس ستيشن هذه الجاس ستيشن وتذبحون نفسكم بالغاز كان بعدين راح كل جيم راح تموتون وراح تاخذون الاشياء. بس راح يطول وايد. كذبح يلا نفس الوقت لازم نموت. اوكي عشان نموت نفس الوقت. 3 جو. باي لوت باي لوت باي لوت عادي. واو يلا ردي ردي بغير سكن. لا مو سبايدر. لا ليش حطيت مايدس؟ ادم راح يذبحني. برقادي جرادي برقي درادي طالع اكلك. شفتوا ايش سووا فيه؟ في عروجي فوتي كرودي. تشوفون؟ ويك طلع ويك طلع. لا اري او اتو اري ويك. لا طلعت. شباب شفتوا وجهي؟ طلعت شوية وجهي ما اقدر اطلع كامل. ما يسمع عنده 1 سبسكرايبر واوريدي وراكم وجهه فايش تبون بعد؟ خلاص خلت شديد تبون تعرفون عنه. اوكي يلا انا لعبت قاعد اسوي باي باد ناخذ صور. لا ماي كازن محمد قال لي اصوره بالايباد بعدين انزله باليوتيوب. احمد ترى راح اوكي احمد راح اقطع المكان اللي ورينا وينه لا بابا ما يرضى. يلا بنروح على ستيشن ديد. اوكي يلا يلا ستيشن اذبح احمد. يلا سو جيم الثاني. اربع جيم بس. لا احنا خمس جيم. Let's go. بعد خمسة ثانية شباب أسهل أسهل تروح
تروحون جاز ستيشن وتموتون. احنا كان نسوي كذي نحيله. احنا ما لعب فورت الحساسين يوم. مش تضرب. لو عندك واحد ما لعب حساسين يوم لا دخلوا فورت نايت. اول شيء لازم تسوونه تروحون بشكل مال فورت نايت. تسوون لوج ان تحطون الحساب اللي ما لعب حساسين يوم بعدين دشون عليه. وهم انتوا بعد انتوا بعد. اوكي؟ شباب شوفوا. شوفوا مو لو انتوا عندك 3 2 1 شوفوا شباب شباب لو عندكم احد لو عندكم رفيج 30 يوم ولعب فورتنايت بس دشوا الويب سايت وحطوا باسورد الحساب اللي ما لعب وايميله بعدين ايه هذا يعني تسوي ربوت فريند وسوي حق حسابكم انت وبعد بعدين يقول يقول ايه يعني احنا يعني ترى هذا ابو تمبر خلاص 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 بس اللي طالعون اللعب 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 ولا بس بس احد يعرف كاستشن يقول نفسه عم عادي انت باراغوز هذا اول فيديو يعني شباب يعني ان شاء الله تحبونه وتعطون ان شاء الله تحبون احد بس تعالوا كاستيشن يدخل نفسه هنا انا بس بعدين ايش نسوي لكم فيديوهات لعب 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 نجلد عندي بعدين يمكن تي باكر ان انا واخوي نلعب كريتر باكر بطاريتكم خلاص خلاص هذا مو فيديو لعب بموت شوفوا شباب راح اموت جاز احمد كاتي كورنر جاز ستيشن اسرع لا 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 اسرع اسرع جد شباب شوفوا لا 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 ما حسبته ايه احنا انت وقت لي قبل هذا الجيم قلت لي احنا لعبنا خمس جيم هذا الحين جيم صات صات ست او ما ادري ما تشبك اوكي اوكي هذا الحين يلا يلا شوفوا وراها عادي شوفوا شباب نخلص هذا الأربعين جيم راح أسوي فيديو بعدين راح أسوي فيديو إننا نلعب الجيم مو بس نسوي هذا راح يعني راح نلعب هذي الأربع جيم بعدين هذا راح نلعب جيم صجية ورا هذا الفيديو الفيديو 19 دقيقة اوقف الفيديو شباب بوقف الفيديو انها راح يصير وايد دقايق يلا سلام عليكم مع السلامة باي